برنامج خلينا بالبيت. قبل ما نبدأ يا ضيوفنا حنشوف رسالة ممثل الصحة العالمية في العراق للشعب العراقي من خلال برنامج بلا أقنعة، فلنتابع. حاجة واحدة بس فضلت ثابتة، معدن الشعب العراقي بالكامل قد إيه قوي، قد إيه أبطال. اتفرج على تاريخ لما بيصطف ناحية هدف واحد، يعني شوف مثلا لما حاولوا يعني دخلوا في حروب بتلاقيهم كلهم في صفوف واحدة بيجتمعوا وبيأتلفوا على قلب رجل واحد لأنه بيحبوا العراق. وبالتالي أنا بقول لهم اللي بيحب العراق بجد يعرف أنه العراق لا تتحمل ضربات أخرى اقتصاديا أو غيره، وبالتالي أنتوا كمان لا تتحملوا ضربات أخرى. أرجوكوا كفاية، خلينا نلتزم في البيت أسبوعين، أوعدكوا أنه دي الطريقة للخروج من النفق المظلم. لو نركز على أهلنا، كل واحد ركز على أسرته على بيته، أنه يعني مثلا بشوف ساعات ست بتنزل تجيب الخضار مع أولادها، تاخدي أولادك ليه؟ هي مش فسحة، بسرعة هاتي الحاجة وارجعي لأنه إحنا في خطر داهم. التزموا لمدة أسبوعين بس عشان خاطري بحظر التجوال وبالبقاء في المنزل. كل ما بتكسروا حظر التجوال كل ما بتتجدد الأسبوعين، فهنفضل كده لحد إمتى؟ يعني إلى متى؟ خلينا ناخدها وخلينا نوري العالم إحنا مين ونقدر نعمل ايه، وخلينا نبقى البلد رقم 3 اللي نسيطر على الفيروس ونقدر نعملها بالارقام اللي عندنا نقدر نعملها. فانا بدعوكم كلكم انه بعد 3 اسابيع ان شاء الله نحتفل، او بعد اسبوعين او 3 نحتفل بانتهاء الفيروس. فوتنا مناسبات حلوة هنا، النوروز ما عرفناش نحتفل بيه، وانا عارف طبعا في كردستان مناسبة جميلة كنت بحب احضرها يعني كل سنة، عايز اهني الناس بيها ونقول لهم ان شاء الله نوروز الجاي نقضي سوا ونكون كلنا من غير كورونا. نعم ان شاء الله كل العراقيين يلتزمون بنصيحتك ويظلون بالبيت حفاظا على عائلتهم وبلدهم. حيكون ويانا ضيفنا كوفي سكايب الفنان العراقي الكبير باسم العلي. يسعد لي مساءك. مساء الخير علي فاطمة، ومساء الخير على كل مشاهدين قناة زاكروس، ومساء الخير والحب والمسرة على عيون كل أهلنا العراقيين. يسعد لنا مساءك يا ربي. حابين نعرف شلون صحتك، عائلتك، الوضع الحالي اللي هو فيروس كورونا، شلون تتعاملون وياه؟ طبعا بالنسبة إن احنا عايشين بهولندا، طبعا أسوة بباقي الدول نفس الإجراءات أكيد، يعني المدارس عطلت، الدوام عطل، الأولاد بالبيت، يعني الأمور فشي تحسي غريب علينا بصراحة. أكيد. بس بدينا نتعود عليه. على أكيد والله. زين أنتوا شون ده تتعاملون الفيروس، شون واقين نفسكم من هذا الفيروس حتى لا تتعرضوا له؟ والله كل جالس بالبيت. نعم. دائما طبعا خليك بالبيت لسلامتك وسلامة الآخرين أهم شيء. كليتنا بالبيت، وخروج نعم. بس حد المسواق أو نأخذ اللي نحتاجه إحنا. نعم. بس إحنا شوية الإجراءات اليمنى أخف من الإجراءات بعض الدول اللي أسمحها أنا يعني. نعم. العربية لا، إحنا بمدينتنا نقدر نتجول بالسيارة بصراحة، والمواد والأكل كله موجود. نعم. بس أنا من أشوف مثل بعض الدول إنه ازدحام، إحنا لا والله تفرق عندنا هاي شوية، فما يعني هاي الأمور بيها فرق. يعني أنتوا عندكم منع تجوال كامل؟ نعم منع تجوال كامل، بس نعم. شنو حدك من بدك تسوق من اللي أسواق اللي يمك. نعم. وتقدر تروح بسيارتك عادي. يعني طبيعي الدوائر مفتوحة والحياة ما شيء. لا 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 لا، كل متوقف. متوقفين. لا مدارس. نعم. لا دوائر ولا أي شيء. الأولاد أونلاين مدرسة. نعم. كله على أونلاين، يعني حتى صوري ابني محمد 3 سنوات. الله يخليك. روضة. يعني روضة هذا. نعم. فتخابر عليه المديرة ويحتون وياهم ونفتح كاميرا ويسلم عليهم، يعني وكأنه عمل صراحة بس بالبيت. نعم. الله يحفظ لك ياهم ويحفظكم ويحفظ جميع العراقيين. أستاذ باسم، جمهورك يسأل وين أنت؟ ليش منقطع عنهم؟ أنا بالعكس، شوفي أنا بالنسبة لي ما مقطوع، أنا من أيام زمان. نعم. يعني حتى من أيام تلفزيون الشباب والتسعينات أنا دائما أنزل بالسنة هنيتين، ولا زلت هذا الوضع يعني. نعم. إحنا مو بالكثرة،
احنا بالعمل اللي انت تقدمين العمل تقدميه هو هذا 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 ثمرة الحياة. اكيد اما اني من انا اقدر انزل يومية اغنية اثنين ثلاثة وادزها وابثها، بس مو هذا موضوعنا. نعم احنا موضوعنا بتنزل المضمون، مضمون الاغاني. يعني هسه احنا الشباب من نساليهم قبل لا يدخلون بالبث كذا، اريد لا يقلبوا، اريد شوية شوية اريد صحيح هذا مشتاقين نسمع. هذا هذا مضمون العمل. نعم احنا هذا مضمون عملنا. صحيح فاحنا موجودين ونشوف الساحة وبعض مثل ما يقول النقد على بعض الأصوات. نعم بعض الأصوات جميلة بعض الأصوات غير جميلة، لكن احنا موجودين وجمهورنا موجود وحفلاتنا وتشوفون انتو. نعم اعلانات اللي ننزلها يعني هي هاي الحياة. زين حابين نسمع منك شيء. شو أمرون اي أغنية حابين انت اللي انت تحبها وتشوفها قريبة وهيك حلوة سمعنا اياها. مشتاق لك مو مشتاق لعيونك حبيبي، مشتاق لك مو لو تشوف الصار بيا والله تبكي دمع علي، لك لو تشوف الصار بيا والله تبكي دمع علي، مشتاق لك موت مشتاق لك انا احس نار بصدري، الله ولشافك والله لم طي عمري، ارحم حبيبك فدوة انظر بمري، ارحم حبيبك فدوة انظر بمري، مشتاق لك مو. الله عليك وعاش ذوقك. المهم مشتاق والله مشتاق البلد الجريح بصراحة. يعني سألتين هذا السؤال فتحت جروح علي عميقة بصراحة. والله مشتاق لمة أهلنا الطيبة، مشتاق لمة حبايبنا، الروح العراقية الجميلة، زيارة الناس الطيبة على بعضها، حنية الناس الطيبة على بعضها. والله مشتاق لبلدي، يعني بلدي حي مشتاق له بصراحة. والله احنا نتمنى انه يرجع الوضع طبيعي وترجع للعراق وان شاء الله تشوفهم. امين يا رب. ونشوف انه العراقيين شلون راح يستقبلوك، وهو الشعب العراقي كليته بالاجمع يحبك، يحب اغانيك، متابعك، وترجع لنا ان شاء الله بالف خير وسلامه. حابين نعرف شنو اخر الاعمال هسه اللي بدك تقدمها او ان شاء الله راح تقدمها. عندي عمل نزل جديد قبل فترة. نعم. بوسة على الخد نزل صار حوالي أسبوعين. نعم. بس مو فيديو كليب، بس مجرد فيديو على صور. وعندي أغنية ضمني بحضانك جديدة، كلمات الشاعر ضياء الرسام وألحاني. نعم. وعندي عمل ثاني اسمه مشتاق لك مشتاق، كلمات والحان الفنان علي البلام. وعندي اغاني جديده كمان للشاعر عمار الجمالي صاحب الاغنيه احبك انا هواي، وصاحب اغنيه من يوم رحت. هاي الاعمال ان شاء الله مطروحه، لان احنا كل سنه احنا بالنسبه عطله اوروبا الشهر السابع انا راح اكون فيها بالاردن، فاحضر باكوره اعمالي فدائما اسجلها بالاردن لان اكون فتره شهرين انا والاهل. نعم. لانه الاستوديو تعرفين استوديو عربي. نعم. والعازف عربي حتى نقدر نتعامل وياه نشتغل وياه. بالتوفيق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بالتوفيق ومن نجاح النجاح. حابين نشوف استاذ باسم شنو حاب بعد يسمعنا من الاغاني القديمه والقريبه للقلب. لا يا قلبي جوز من
عده مكافي. لا يا قلبي لا يا قلبي ما حد حنو يوافي. لا يا قلب بعاول العشرة ونسون راحوا ما ودعون. بعاول العشرة ونسون راحوا ما ودعون. وش حصلنا غير بس تعبك وتعبي. لا يا قلبي. عشت على الله على صوتك أستاذ. أكو هواية صارت مبادرات بخصوص فيروس كورونا، كانت لك مبادرات بيها؟ طبعا سجلت عدة فيديوهات توعوية. نعم. لعدة قنوات، وكانت مبادرتي أنا وزملاء الفنانين لتوعية الناس دائما عن نظافة، غسل يدين، خلي في البيت، حفاظا على سلامتك وسلامة الأولاد. طبعا أنا وإخواني الفنانين وحتى إخواني الفنانين الرياضيين والإعلاميين، فكانت حملة كلش كبيرة بصراحة، فقدرنا نوصل كلامنا للناس، يعني برنامج توعوي. أكيد. الحمد لله. زين، أعمال على كورونا، بما أنه أغلب المطربين، الملحنين، الشعراء سووا شيء خاص بكورونا، أنت ما فكرت أنه تسوي؟ أنا شوف أفكر، بس أنا للبعد المسافة. نعم. أنت تعرفين من تكونين أنت ببغداد. صحيح. الاستوديو قريب يمك، والشباب يمك، أو الأورج يمك، لكن إحنا ما أنا بهولندا. صحيح. يعني بعيدين. هاي الفترة لو أكون أنا يصلوا هاي الفترة موجود بيها مثلا أكون بالأردن أو كردستان أو ببغداد. نعم. تلقين أول ناس إحنا بصراحة. صحيح. يعني من تشوفين تقولي مثلا أستاذ باسم أنت وين أو كذا، إحنا مسافتنا تعرفين، يعني إحنا غربنا لأسباب، يعني بلدنا ما مستقر. صحيح. في الحياة والظروف جبرتنا نغادر بلدنا. نعم. فدائما تشوفيننا بعيدين قليلين، بس إحنا ما متعدين. نعم. ما متعدين، مستحيل، لا من جمهورنا ولا من بلدنا ولا من حياتنا الفنيه ابدا. نعم. انا الان الفن يسر في دمي، بس لكن ظروف بعدتنا، ان شاء الله نسترجع من رب العالمين الخير ان شاء الله. لو رجعت الظروف ترجع؟ اكيد اول الناس، اكيد. زين، اكثر شيء انت مشتاق له بالعراق شنو؟ شارع فلسطين، كراده. ذكرياتك؟ يعني ذكريات الحلوة طبعا. نعم. أحبابي، أصدقائي، جواريني بصراحة. نعم. أهلي وكل أهل أخواني كلهم، كل الناس الطيبين. ليش هو العراق أكو شيء بيما طيب؟ كلها طيبة الناس بالعكس. في ظل هذه الظروف اللي دا تمر بيها العراق، صار جد أنت خارج العراق؟ لا، أنا أروح وأجي، بس يعني مثلا العام الماضي الشهر السابع كنت في نادي العلوية حفلة. نعم. ونادي اليرموك. نعم. بس مو دائما، يعني يدوب بالسنة مرة يمكن. نعم. يدوب يعني. بس كردستان لا، أنا متواصل كردستان، يعني دائما أروح لها حفلات، ودائما معين. نعم. كاوة وأربيل دائما. زين، وضع كورونا ما صار وياك فد موقف هيجي مضحك أو فصار شي وياك؟ والله كورونا راعب العالم على فكرة، عطل الحياة بصراحة. نعم. بس يعني السلام كله بالكفوف، نروح نسوق الكمامة وال... نعم. يعني في الوضع ما متعودين عليه. شلون تشتغلون يعني وقتكم بالبيت؟ ما يعني الأغلبية بدأ إنه يشعر بملل من القعدة بالبيت، قلة الأفكار اللي تجيهم، ما دا يعرفون شلون يتصرفون. هذا صار واقع الحال، ما إنه بعد ما بيها مجال بصراحة، يعني حتى اللي يسلم علينا يعني السلام عليكم بالكذا من النهاية. زين، الأهل هم أكو مساعدات بيناتكم بالطبخ؟ تصير أكو تحدي بيناتكم؟ والله أنا عندي المدام يعني درجة أولى، يعني الله يخلي لك إياها، أكيد نوجه لها تحية. بس أنت ما عندك مبادرات وياها بالبيت؟ لا، أنا أكيد أساعد بالجهال، يعني دراسة من يدرسون دائما أنا فوق رؤوسهم. طبعا هم اقوياء بالهولندي، انا مو ذي شكوى، حوالي 40%. نعم. بالهولندي، بس انا اعتبر اشراف، اشرف عليهم. نعم.
نعم تعرفين احنا زمان نوصلهم للمدرسة يرجعون الساعة 3 نعم بس هسه لا يعني الصبح هم وياك بالليل هم وياك تعرفين اولاد اثنين نعم. يعني علي 10 سنوات محمد 3 سنوات الله يخليك يا رب ومناقر بيناتهم اي هو لازم هاي الاعمار تكون شلون يسموهم روسية ناس ويا ناس لازم اي بس انا والمدام لا مقسمين عملنا يعني انا دائما اساعدها يعني اي شغله الاولاد هدوءهم نعم. لعبهم لا ما اخليهم اخليه بالمعقول نعم الانلاك لازم يكون لان دائما بالبيت فما نريد يصير ملل يصير بالبيت فلا احنا ما نخلي حياتنا ملل بالعكس صحيح الحمد لله. قبل ما نختم استاذ حابين توجه رساله للشعب العراقي بظروف كورونا وبعدين حابين نسمع من عندك شيء شو تحب توجهه؟ أنا أقول لأهلنا أولاً مشتاق لهم هواي وأتمنى لهم يا رب يا رب ربي يفرجها عليهم على كل شيء لأنه أهلنا تأذوا بالعراق يعني شافوا ويلات ويلات يعني والله العظيم من سألتيني هذا السؤال قلبه وجعني يعني كلش الله يساعدهم فنتمنى ونتمنى يعني هم ضربة فوق ضربة فوق تأذوا نعم وبعدين فيروس كورونا فأتمنى أن يلتزمون بالتعليمات الصحية نعم. لسلامتهم سلامة أولادهم هذا اللي أتمناه يعني وسلامي لهم مشتاق لهم هواية هواية الله إن شاء الله يحفظهم ويحفظكم حابين نسمع الختام وياك حتى يكون ختامنا مسك وياك أمر أمر مو بدين لا ودى عيون الحبايب مبدين ويل عشق لحظة عمر ويمر علينا ويلي طعم المستحاب عيونكم ويلي 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 شوق يذوب بين رموشكم ويلي ويلي وليلكم قمر وهوانا مسهرين مو بدين مو بدين نودع عيون الحبايب مو بدين انتم احبابي وهواكم دوم يكبر انتم الدنيا الوسيعه وعشق اخضر انتم احبابي هواكم دوم يكبر انتم الدنيا الوسيع عشق اخضر ويلي طعم المستحام بعيونكو ويلي وين ويلي شوق يذوب بين رموشكو ويلي ويلي وليلكم قمر وهوانا سهرينا أكمو بدينا الله عليك والله أكيد مو بدينا أنا كلش أشكرك وممنونة منك انطيتنا من وقتك فخورين بيك طبعا الوقت كلش قصير وكنا نتمنى نسمع منك أكثر وأكثر يا رب إن شاء الله يحفظ العائلة ويحفظك ويحميكم إن شاء الله من هذا الفيروس وتعدوه إن شاء الله على ألف سلامة وخير شكرا لك فاطمة وشكرا على هذا الكلام الجميل والإشراك الحلوة وشكرا لكل كادر قناة زاكروس على فكرة أنا من متابعي هذا القناة بعدة برامج وسلامي لكل أهلنا بالعراق وسلامي لكم من أصغر كادر إلى أكبر كادر وإدارة تحياتي لكم وشكرا لكم يا طيبين شكرا أستاذ رح نطلع وياكم بفاصل تيك توك راح نشوف الشعراء العراقيين شنو دا يقدمون بظرف كورونا تابعونا